هات اجازه. احنا في بلد المهرجانات مثلا. مهرجانات؟ ما اسمهاش مهرجانات؟ يعني ايه مهرجان اصلا؟ الواحد بيصحى من النوم يسمع مهرجان. يعني ايه؟ ايوه صح، بتقعد تعمل كده. هو اسم على المسمى مهرجان. يعني اصل يعني ايه مهرجان؟ انا مش متخيل ازاي حياتي زمان من غير مهرجانات. صح، هي دي الفكره بقى. انا حضرتك احنا نفس الموضوع اللي بفكر فيه، ان احنا ازاي بقى ده موجود وسايد. يعني انا مثلا ببقى ماشي بسمع في عربيه اغنيه مهرجان، انا مش فاهم هو بيقول ايه، ومش فاهم المزيكا دي بتتلعب لا مقام ايه ولا مزيكه ايه ولا ايه اللي مش فاهم اللغه. صح، عشان انا مش فاهم، عشان انا اللي مش ده فن جديد. يبقى المشكله فيا انا. بس طب انت بتفسر بايه انتشار الاغاني دي بتاعت المهرجانات؟ بس يا حبيبي بص فرق، معلش انا اسف. عايز تفسير منطقي يعني بالنسبه لنا على الاقل. لا احنا اخر ست سنين تحديدا في مصر احنا حصلت عندنا حاجات كتيره جدا، مش بس في الغنى، في كل حاجه في مصر. مش عارف اجيب لها تفسير، بس بجد حاسس. لا انا يعني انا عندي 33 سنه، حضرت فتره التسعينات كلها، كنت فاهم وشايف الدنيا ماشيه ازاي وبتاع. لا كان شعب مصر كان قمه في الرقي والتحضر لحد دلوقتي احنا كده. بس ظهرت حاجات كده صغيره انا مش لاقي لها كلام كبير تفسير.